بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله نبدأ. السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الفطائر الصحية دي ان شاء الله. مش علشان بنعمل رجيم مش هناكل فطائر، لا، هناكل فطائر وبطعم كمان احلى من الطعم اللي متعودين عليه. فطائر على الطريقة الصحية وبالشكل الجميل ده. شوف ازاي طرية وحلوة جدا وطعمها حلو جدا. بص طريقة ازاي. نحتاج لفطيرنا 2 كوب طحين اسمر، 2 ملعقة كبيرة حليب خالي الدسم، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، بياض بيضة والصفار للوجه، 1 ملعقة صغيرة خميرة، 1/2 معلقة صغيرة بيكنج بودر، 1/4 معلقة صغيرة ملح، 1/4 معلقة صغيرة سكر. بالشكل ده الطحين الكامل بيكون شكله. بننخله طبعا بس بحاجة واسعة شوية علشان ما نخسرش الفيتامينات اللي فيه في القشرة بتاعته. بنحط عليها الحليب البودر وبنقلبها كويس كده، يعني بنحط كل المكونات البودر الاول وبنرجع نحط الحاجات السائله. مميزات الطحين ده طعمه حلو جدا، ولكن بيبقى تقيل شويه في عجينه مش زي الطحين الابيض. دول الزيت زيتون 2 كبار. بياض بيضه والصفار هنستعمله للوجه. معلقة صغيرة نصها كده بيكنج بودر. دي الحليب او السائل اللي احنا هنستخدمه لربط العجين ببعض. ممكن يبقى مية، ممكن يبقى حليب، ممكن يبقى زبادي اللي انتي حابة. انا هحط هنا 3/4 كوب مية، هحط فيه الخميرة هدوبها مع 1/4 معلقة السكر. لو مش حابة سكر بلاش، بس بيدي نكهة بسيطة كده. هي 1/4 معلقة مش هتأثر يعني. وهعجن. هنعجن، مش هياخد معايا مية ولا اي حاجة تانية، خلاص الكمية بتاعتي مظبوطة خالص. لو كمان معاهم 1/2 كوباية زبادي هتبقى كمية الحليب مع المية اللي احنا حطناها والزبادي هتعمل عجينة طرية. اهم شيء العجينة تبقى تلزق في الايد. وده شكلها، هنسيبها حوالي 1/3 ساعة تخمر وهنرجع لها نشتغل فيها. ده شكلها بعد ما خمرت. هننزلها، هي بتبقى عجينة تقيلة شوية عن العجين بيبقى بالطحين الأبيض. هنقطعها بالشكل ده ونبدأ نفردها. هفردها بسمك بسيط، يعني لازم تبقى رقيقة لأنها زي ما قلنا العجين ده تقيل شوية، فهنخليها رقيقة شوية على قد ما نقدر بحيث ما تتقطعش. وهنشيل الزايد من الطحين وهنحط الحشوة اللي تعجبنا. الحشوة اللي تعجبك، انا هحط لها جبنة قليلة الدسم وقليلة الملح. حطيت 2 جبنة هنا، شيدر وموتزاريلا. واقفلها باي طريقة انت حباها وتشكليها بالشكل اللي انت حابة. انا هعملها النهاردة كده بالشكل ده زي ما انت حابة طبعا التشكيل، لان المهم في الاخر النتيجة، واحنا عايزين فطير صحية اهم حاجة عندنا. الطحين الاسمر حلو جدا طعمه وكمان صحي، في كمية الياف عالية ومفيد جدا زي ما احنا عارفين. هنعمل كمان واحدة، هنفردها بالشكل ده رقيقة زي ما قلتلك علشان هو تقيل اصلا الطحين ده. برضو الحشوات حسب ما انتي حابة، ممكن تستبدليها بحشوة شاورما، تستبدليها بحشوة عصاج لحمة مفرومة، يعني لحمة وجبنة زي ما انت حابة، سبانخ اللي انت حباه. انا هعمل فطيري هنا للعشاء او فطار، فممكن جبن حلوة جدا، مش محتاجة ان انا احط فيها حاجات تانية. وزي ما قلت لك قليلة الملح وقليلة الدسم الجبنة بتاعتي. هنشيل الزايد من الطحين ونقفلها بالطريقة اللي تعجبنا او بالشكل اللي يعجبنا. هنحصل على الشكل ده في الاخر. هنظبط شكلها ونشيل باقي الطحين الزيادة ونكمل الكمية كلها ونشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. ده شكل الفطير بتاعتنا بعد ما فردناها بالشكل ده. هنسوي الوجه ونفردها كويس
ونحاول نخلي شكلهم كلهم متناسق مع بعض قد بعض يعني، عشان يبقى شكلهم حلو في الاخر في التقديم. ونسيبها تخمر حوالي نص ساعة كمان. تركنا الفطير بتاعتنا حوالي نص ساعة تخمر، وبعدين هندهن الوجه بتاعها بصفار البيض اللي احنا سبناه من العجين. هنحط عليه معلقة حليب ونص معلقة نسكافيه وندهن الوجه، بس تكون خمرت وبشويش وانتي بتدهني علشان ما تنزليش الخمر تاني، عايزينها لما تدخل الفرن تنفخ لانها بتساعد على طراوتها، بتبقى اطرى يعني لما تبقى خمرانه كويس. كمية الطحين دي جابت معايا عملت 7 وحدات حلوين زي ما انت شايفه. هندخلها الفرن متوسط الحرارة، ما يكونش سخن جامد قوي ولا بارد، يعني في حدود 200 فوق المتوسط بشوية، حوالي 20 دقيقة. هتاخد معاكي من 18 دقيقة ل20 دقيقة بالشكل ده حسب فرنك طبعا، وتطلع بالشكل ده. فطير طلعت طرية وحلوة جدا، ريحتها حلوة جدا وطرية زي ما انت شايفة كده. طبعا الحشوة اختياري زي ما انت حابة، وطبعا الصوص اللي هتقدمي معاها زي ما انت حابة برضو، ممكن تتاكل كده بدون صوص خالص مع شاي او بشاي بحليب زي ما انت حابة. ودي شكل الفطار بتاعتنا، ودي حشوتنا الرقيقة الطعمة اللي احنا عملناها، حاجة بسيطة جدا وطعمها حلو جدا، ماشي جدا مع الاسمر، طعمها حلو خالص يعني، مش هتحس بفرق ابدا بينها ما بين الفطائر اللي بتتعمل بطحين ابيض. ولكن طبعا عايزين ناكل حاجة صحية زي ما اتفقنا، هنعمل كل حاجة صحية مع بعض، وما يمنعش نعمل يوم فري، بس الحاجة الصحية والله طعمها حلو وهتعجبك جدا كمان وهتتعودي عليه. كانت معاكي قناتنا انا وسمسمة، عملنا مع بعض الفطائر الصحية، واشوفكوا فيديو جديد ان شاء الله، ودايما هيبقى اكلنا صحي باذن الله وحاجات حلوة، ومش هنزهق من الاكل الصحي علشان هنعمل كل حاجة ومش هنحرم نفسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.